أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بهذبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن ولا تخسر الميزان والأرض وجاءها للأنام فيها فاقهة والنخل ذات الأقمام والحب ذو العصف أصفي والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كفار و رضا لي سخر اي رول سن بول لگی جنا و خلق الجن مِمَّارِجٍ مِّن نَّارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما